مجلس منتخب البلد في المغرب وايضا البرلمان عرفت مشاركه سياسيه مهمه خلال انتخابات ما بعد 8 شتان ب 2021. بالنسبه لكم انتم كيفاش تقيموا في الجمعيه تحدي المستوى المواطن هذه التمثيليه النسائيه؟ يعني التمثيليه النسائيه يعني ما يمكن غير نقولوا انها يعني ايجابيه نسبيا حضور النساء قبة البرلمان ولا المجالس المنتخبة، ولكن مازال يعني ضعيف التمثيلية السياسية النساء خاصة يعني في القرار السياسي. يعني التجربة الحالية تعطينا نائبة رئيس مجلس النواب واحدة ورئيسة اللجنة واحدة، مع العلم أن أكثر من 90 مقعد مخصصة للنساء، يعني أكثر من 90 مرأة ولجات البرلمان. كذلك كنشوفوا على مستوى المقاطعات، وحنا الجهة اللي كنشتغلوا فيها هي جهة الدار البيضاء 16، خصوصا مدينة الدار البيضاء عندنا 16 مقاطعة فيها مرأة واحدة. كذلك النواب ديال الرئيس ضعيف، العدد ضعيف جدا. يعني هذا البرنامج ديال دعم التمثيليه النساء بدعم وزاره الداخليه، صندوق تشجيع التمثيليه النسائيه، جا باش يحاول اننا نشجعوا النساء المتواجدات اليوم في المجالس المنتخبه، لا على مستوى المقاطعات اللي تنشتغلوا فيها ديال اونفا سيدي بليوط أونفا والمعارف، ولا على مستوى الجماعات القرويه اللي هي جماعه ولاد الصباح وكذلك جماعه ولاد زيدان. الهدف من هاد المشروع هو غنديروا تقويه قدرات النساء يعني المنتخبات، وكذلك غادي نديروا دعم قدرات بعض المنتخبين اللي هما رجال باش انهم يناصروا القضيه النسائيه وباش تكون عندنا يعني مناصفه حقيقيه. وكذلك غنشجعوا مجموعه من الفعاليات المدنيه خاصه يعني في الجانب النسائي من اجل تشجيعها، من اجل الممارسه ومن اجل الانخراط ديالها في الاحزاب السياسيه باش ممكن تكون جاهزه في الانتخابات المقبله. واش تلاحظوا انتم كشابات يعني في مقتبل العمر، واش كاين هاد التمثيليه النسائيه مكتفه على مستوى البرلمان، على مستوى الجماعات المحليه وعلى مستوى النقابات؟ الوغ بالنسبه لينا حنايا كشباب كنلاحظوا باللي كاين ضعف في المناصفه، ما كايناش مناصفه بين في البرلمان، في الاحزاب السياسيه، في الجماعات وفي النقابات. ولهذا اطلقت جمعيه تحدي للمساواه المواطنه مشروع التمثيليه السياسيه للنساء المناصفجيه لتعزيز قدرات النساء في الحياه السياسيه. رغم الحديث عن المناصفه، ولكن لحد الساعه باقي ما وصلناش لهذيك المناصفه اللي ستنتظرها مجموعه من الهيئات النسائيه، فرأيك علاش باقي المغرب ما وصلش لهذه المناصفه؟ واش الامر عنده علاقه بالعقليات، ولا ايضا يعني باقي هذيك السلطه الذكوريه تتهيمن على المؤسسات؟ هو في الحديث عن المناصفه كيكون هو دائم، والعديد من المنظمات والجمعيات المغربيه اللي كتناضل دائما من اجل تحقيق هذه المناصفه، ولكن للاسف حنا كنلاحظوا اننا باقيين بعيدين كل البعد بسبب غياب قوانين منظمه. للاسف انها جات الكوطة اللي كتعتبر تمييز ايجابي، ولكن للاسف بوجود الكوطة كنلاحظوا انه ما كاينش واحد الادوار فعاله للنساء، انه النساء ما كتعطاهمش سلطه في مراكز القرار. كنلاحظوا في ان سواء في اللجان داخل الاحزاب السياسيه او داخل قبه البرلمان ما كنلقاوش وجود نساء اللي كيبينوا القوه ديالهم. كاينين النساء قويات كفؤات اللي قادرين انهم يعطيو قرارات في محلها، قرارات تزيد بالبلاد القدام، ولكن للاسف هذا الشيء نقدروا نقولوا بانه راجع لهذا غياب القانون المنظمه، راجع العقليات بحكم اننا في مجتمع ذكوري محض كيقول بان السلطه خاصها تبقى للرجل، مع الاسف لا. فاحنا كنامنوا انه ملي غتكون مناصفه خاص نامنوا كاملين بالقوه النسائيه، حيت هي قوه ايجابيه. بالعكس حنا ما كنفيوش وجود الذكر كذلك، ولكن كنأملوا انه تكون مناصفه واحد النهار ويعطيو المراه الحق ديالها في انها تاخذ قرارات، في انها تدير حتى هي ترسم خطط ومسارات سواء في الحياه السياسيه او الحياه المدنيه.